بنعيش أجواء احتفالات أكتوبر السنة دي، وشفنا يمكن امبارح الندوة التثقيفية اللي اتعملت وحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أنه الندوات التثقيفية في ذكرى نصر أكتوبر بتكون حالة خاصة جدا، وبتنقل لنا دايما إحساس العزة والكرامة والفخر بمصر وبالمصريين وبجيش بلدنا اللي بيدافع وبيحمي كل شبر في أرض مصر. مشاهد رائعة الحقيقة شفناها امبارح في الندوة التثقيفية أكتوبر إرادة وطن، واللي حضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة مشهد لفت انتباه الكل امبارح هو مشهد سيادة الرئيس وقادة القوات المسلحة وهم بيأدوا التحية العسكرية لأبطال المجموعة 139 صاعقة، واللي نفذوا معركة أبو عطوة في الإسماعيلية يوم 22 أكتوبر سنة 73. كل التحية لهؤلاء الأبطال، معركة مهمة جدا، معركة أبو عطوة كان لها دور كبير جدا في تحقيق النصر في أكتوبر. كان في 300 دبابة، وأكيد حضراتكم شفتوا امبارح شرح هذه المعركة، 300 دبابة إسرائيلية حاولت أن هي تقتحم منطقة أبو عطوة، ودي قرية موجودة على مرتفع، وبالتالي لو سيطر عليها العدو هيقدر من خلالها أنه يضرب كل الإسماعيلية. أبطال مجموعة 139 صاعقة اللي اتكرم منهم خمسة امبارح قدروا أن هم يعملوا كمين، عملوا كمين لهذه الدبابات ودمروا عدد كبير منهم، ولسه احنا حتى الآن محتفظين بعدد من هذه الدبابات في متحف أبو عطوة عشان الأجيال الجديدة تعرف حجم البطولات والتضحيات اللي قدمها رجال الجيش في انتصار أكتوبر العظيم. صحيح، ويمكن بشوف أنه جزء كبير جدا من أهمية اللي بيحصل في الندوات التثقيفية دي أنه في يمكن جيلين ثلاثة لازم يسمع ويفهم ويعي تاريخ انتصارات أكتوبر ويسمع عن المعارك. ويمكن يعني انتصار أكتوبر كان فيه معارك كتيرة تفوق فيها الجيش المصري ببسالة وشجاعة كبيرة جدا، يعني بتدرس إلى الآن في الأكاديميات العسكرية. هنتكلم مثلا عن معركة تبت الشجرة واللي كانت يوم 8 أكتوبر 73، وكان الهدف الرئيسي ليها هو الاستيلاء على مركز القيادة الخاصة بالعدو في تبت الشجرة واللي موجودة على مسافة 10 كيلو متر شرق قناة السويس. وعندك مثلا معركة المزرعة الصينية اللي كان قائدها البطل الراحل المشير حسين طنطاوي، ومعركة عيون موسى، ومعركة الفردان، وطبعا معركة المنصورة الجوية اللي كانت يوم 14 أكتوبر، ويمكن دي أكبر معركة جوية في التاريخ. بعد كده أصبح التاريخ ده عيد للقوات الجوية المصرية بنحتفل فيه من كل عام. بالمناسبة كمان في حاجة مهمة جدا لفتت انتباهي امبارح في الندوة التثقيفية هو الفيلم اللي كان بيحكي قصة الطفلة يقين. هي يقين دي طفلة ابنة لأحد التكفيريين كانت بتستخدم كدرع بشري، هي أطفال غيرها كتير بالمناسبة. تخيلوا بقى طفلة زي دي تبقى درع بشري للتكفيريين، لكن كان هنا دور الدولة مهم جدا وكان دور مختلف. الدولة بتشتغل على فكرة بناء الإنسان، عشان كده الطفلة يقين دلوقتي بتعيش حياة طبيعية جدا زيها زي أي طفلة في سنها، وبقى عندها فرصة كمان إنها تعيش حياة مختلفة عن اللي كانت عايشاها قبل كده. صحيح، ويمكن إحنا بننتقل من يعني معركة العزة والكرامة لمعركة البناء والتنمية، بنعيش الأجواء دي كجيل. حابين نبدأ مع حضراتكم يعني اليوم بهذه المشاهد والمواقف الجميلة اللي حصلت امبارح في الندوة التثقيفية. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.